بالجلسة الأولى أخذنا القوانين الغازات اللي هي بويلز لو، تشارلز لو، أفوغادرو. حكينا إنه بويلز حكى إنه الفوليوم يتناسب تناسب عكسي inversely proportional مع البريشر at constant temperature and number of mole. التشارلز حكى الفوليوم بتناسب تناسب directly proportional to temperature at constant pressure. أفوغادرو بقول لك الفوليوم تتناسب تناسب طردي مع النمبر اوف مول، وحكينا انه هدول كلهم لما نحطهم توجذر بيطلع معي القانون العام. التلخيص اللي انا بدي يعني افرجيكم اياه، شو اللي مطلوب منك في الامتحان، الرسمه بتكون، ما بقول لك في الامتحان ارسم، بعطيك رسمه، ممكن اعطيك الرسمات هدول كلياتهم. مين بهدول مثلا الرسمات بتمثل تشارلز لو؟ مين بهدول الرسمات بتمثل بويلز لو؟ مين من هدول الرسمات بتمثل أفوغادروس لو؟ إذا أنا بعرف شو العلاقة اللي حكاها بويلز، بعرف إنه الرسمة يا إما بتكون هيك أو هيك. إذا أنا هون عملتها بين البريشر والفوليوم، وهون بين الـ 1 over P والفوليوم. تشارلز رسمتها فوليوم مع تمبريتشر، إذا حطيت الـ X axis سلسيوس بتكون متقاطعة مع الـ 273 ماينس، إذا بحطها مع الكلفن بتتقاطع مع الصفر. آخر إشي أفوغادرو بتكون V مع الـ N، وبتكون عندي هذه هي القانون النهائي للغازات PV equal NRT. وضحت هلأ؟ في حد عنده أي سؤال؟ مين اللي سأل بالجلسة الأولى؟ وضحت اللي سأل بالجلسة الأولى؟ مين اللي سأل بالجلسة الأولى؟ وضحت يا دكتورة. أوكي، معناته أنا السؤال بده يجيك يا إما معادلة، يا إما رسمة، يا إما أنا ممكن أجيب لك إياها كستيتمنت، كقاعدة. Boyle's state in the volume inversely proportion to، يعني كل هدول الثلاث cases we have to understand. كلهم بيعطونا نفس الحكي، كلهم بيعطونا نفس اللو، بس إشي بالرسم، إشي بالمعادلة، وإشي statement. خلينا نيجي نحل سؤال، وآجي هذا السؤال أحكي لك هاي كيف بدرسوا الغازات. لما يجوا يدرسوا الغازات بيستعملوا جهاز زي هاد، يدرسوا التغيرات. هذا الجهاز زي كأنه كونتينر عليه ضاغط، هذا ضاغط، هذا يعني ممكن أنا أنزله وأرفعه، أتحكم بتحكم بالفوليوم اللي موجود inside the cylinder، هو على شكل سيلندر، وهذا بنزله وبرفعه عشان أشوف أتحكم بالحجم. عندي هون زي الحنفية عشان إذا بدي أحط الغاز بفوت غاز فيها وبطلع الغاز، وبتكون إلها فالف تسكر. أنا عندي شو الخيارات بالغازات اللي بدي أدرسها؟ يعني لو أنا بدي أجي أدرس الغازات، عندي بدي أدرس تغيرات الفوليوم، تغير الفوليوم، تغير التمبريتشر، تغير الأماونت أوف نمبر أوف غازز، وهدول بي في إيكوال إن آر تي اللي هم نمبر أوف مول، تمبريتشر والبريشر. هدول كلهم انا بدي بقدر ادرس شو بياثر، يعني غيرت الفوليوم شو تاثر على التمبريتشر، غيرت البريشر شو تاثر على الاماونت. هذا هو الاشياء اللي انا في اللاب بدي ادرسها. نشوف السؤال شو بحكي لنا. السؤال بقولنا عنا هذا السلندر، اول حاله وانتبهوا شو بسالك، هيت ذا جاز from 298 to 30 while، انتبهوا شو يعني، بنتبه لكل الجملة، while maintaining the piston in the position shown in the drawing. يعني بقول لك انه انا شو عملت بالتمبريتشر، شو عملت بالتمبريتشر من 298 ل 360، شو عملت بالتمبريتشر؟ خفضتها، رفعناها، رفعناه. كيف بدي ارفع التمبريتشر يا جماعه؟ برفع التمبريتشر بحط لهب هون، وهاي زدنا مزيد الحراره، هاي زدنا الحراره وحطينا لهب هون، صار في تمبريتشر. بس انا قلت لك شيء مهم، انه انا ثبتت هذا البستون، خليته ما يتحرك، في هون له كبسه اني اثبته. ليش هذا؟ شو بيعطيك معنى هذا لما اقول لك ثبتت البستون؟ الضغط volume of gas. الفوليوم ثابت،
أنا لما أجيت ثبتته هون، لما أجيت ثبتته هون ما خليت الفوليوم يتغير. لما أنا بقول لك نزلت البستون ورفعت البستون، شو اللي بدي يصير؟ البستون بدي غير. هلأ شو سؤال بقول لك، شو بيصير بقية الأشياء؟ أول شغل خليني أكتب المعادلة عشان ما أتسرع. أول إشي بدي أجي أكتب الايديال غاز لو. الايديال غاز لو شو بقول لك؟ PV equal nRT. وأنا باجي بقول أنا اللي السؤال اللي بقول لي إنه هادي ارتفعت وهادي ظلت ثابتة constant، ما صار فيها ولا إشي، راح يزداد الضغط. شو اللي بده يصير؟ شو تناقش من المعادلة؟ شو العلاقة بين التمبريتشر والضغط؟ علاقة طردية. علاقة طردية معناته البريشر شو بده يصير فيه؟ يزداد. معناته البريشر بده يزداد. الفوليوم شو بده يصير فيه؟ ثابت. الفوليوم ثابت. ليش؟ لاني انا قلت لك ثابت حجم. انا قلت لك ثبتته، ولا انا لما اجي اقول لك الفوليوم، الفوليوم انا علاقته كمان طرديه مع التمبريتشر، بس انا بالسؤال قلت لك while maintaining the piston in the position show in the drawing، يعني ما غيرت موقع البيستون. شو بصير بالنمبر اوف مول اللي موجودين هون؟ أقل. شو رايكم؟ بضل ثابت. ليش؟ لانه احنا حكينا ما بتغير شيء من قبل شوي، حكينا انه ما رح يتغير شيء فيه. انا اجيت قلت لك هون يا جماعه زدت عدد المولات، انا شو اللي بصير عندي؟ ما حكيت لك. انا لو اجي انا احكي لك عدد المولات وتخيلتهم، كان عندي خمس مولات هون، خمس جزيئات انتشروا بهالكونتينر. انا هاي مسكر، ما هو الفالف مسكر، كيف بده انا يزيدوا عددهم؟ بده يكون ثابت متساوي. بس شو اللي بصير مع زيادة التمبريتشر؟ حركتهم بصير تختلف، بصيروا هيك يتحركوا بسرعة بسرعة بسرعة، هدول لأنه في تمبريتشر ارتفعت درجة الحرارة. معناته أول إشي اللي اكتشفناه هون إنه أنا البريشر بده يزيد، الفوليوم ثابت، عدد المولات ثابت. خلينا نروح على بارت بي. Part B بقول لك move the piston to reduce the volume of gas from 1 liter to 0.5 liter. يعني السؤال بقول لك إنه أنا كان هذا الفوليوم هون، الحد طبعا هاي مدرجة، الحد هون كان 1 liter، إجيت نزلت البستون للنص، نزلت البستون للنص على علامة ال 0.5 liter، يعني بمعنى آخر أنا البستون هاد نزل لهون. وين راحوا الجزيئات تاعت الغاز؟ انضغطوا لتحت. انضغطوا لتحت، يعني الخمسة هايهم، هاي واحدة تنتين هاي ساروهم، مزبوط؟ انضغطوا الجزيئات لتحت، هدول لازم ينشالوا. هلا السؤال نفس القانون، ما تغير القانون. PV equal NRT. شو اللي تغير عنا هون؟ هيني بدي أجي أحط، شو اللي تغير؟ الفوليوم قل. الفوليوم قل. الفوليوم قل. شو صار بعدد المولات؟ ضل ثابت. زي ما التمبريتشر شو صار فيه؟ زي ما هو. أنا ما حطيت حرارة ولا إشي. شو اللي تغير عندي؟ بس الضغط والفوليوم. الفوليوم قل. البريشر شو بدي يصير فيه؟ البريشر زاد. البريشر شو علاقة الفوليوم والبريشر من المعادلة؟ عكسي. هل هي علاقة طردية ولا عكسية؟ طردية. لا عكسي. الآن كل ما زاد الضغط بزيد، كل ما قل الحجم بزيد الضغط. يعني عكسي. عكسي معناته، يعني إذا عكسي. قل الفوليوم شو بدي يصير بالضغط؟ يزداد. بده يزداد.
عكسية. طب إذا أجيت قلت لك الجزيئات السبيس بين الجزيئات شو صار فيها؟ قلت السبيس بين الجزيئات، لأنه هذا ممكن أنا أسألك كمان المسافات بين هاي الجزيئات شو صار فيها؟ قلت المسافة. ليش؟ لأنه أنا ضغطتهم فتركزوا كلياتهم على بعض. دكتورة دكتورة هسا ممكن الغاز يتحول شو اسمه إلى صلب؟ لا مثلا ضغط بشكل كبير. هلا تحولات الغازات وهي الاشياء احنا ما بنحكي عنها بنتطرق في هذا الكلاس. طبعا هذا الحكي حتى انتم بتقولوا لما بيزداد حركتهم لما بيقربوا التمبريتشر شوي بدها تتغير. احنا بنعتبر قاعدين بنحكي على سيستم. شو اسمه هذا القانون؟ ايديال جاز لو. ايديال جاز لو بنحكي بالظروف المثاليه. الظروف اللي مش مثاليه طبعا هاي الغازات علم لحاله. احنا في الجنرال كيمستري 103 بنتطرقش غير على الايديال جاز سيستم. اي شيء تاني بخطر في بالك بحدث بس انا ما راح اسالك فيه لانه هذا مش بالسيستم تاع الايديال جاز. اوكي مين اللي سالني عبد الرحمن ولا مين اللي سال احمد؟ عبد الرحمن. خليك يا عبد الرحمن بدك تساعدني بالمثال اللي بعده. المثال اللي بعده خلينا نيجي نعمل كلير. نيجي هذا بدنا نغير نشوف شو المثال اللي حكى لي اياه. بالمثال اللي بعده بقول لك انجكت اديشنال جاز ثرو ذا فالف. يعني شو بقول لك احط شويه غاز زياده من هون. احنا في البداية المثال اللي اخذناه قلنا حطينا 5 صح؟ كانوا 5. طبعا 5 دائما بيكونوا متوزعين to fill the container. حط زيادة بدي اقول لك حط لي كمان زيادة 5 او 4 هاي حط توزع. معناته بالمثال اذا بدي ارجع اكتب ideal gas law يا عبد الرحمن شو اللي تغير عندي يا عبد الرحمن؟ ترى أول شيء الجزيئات تغيرت. يعني شو اللي تغير بالمعادلة؟ اللي هي ال number of mole. آه. هلا سؤالي هل التمبريتشر راح تتغير؟ لا. التمبريتشر ثابتة. هل الفوليوم راح يتغير؟ أنا قلت لك إنه هذا ما غيرته البستون. ما راح. معناته الفوليوم ما بتغير. شو بده يصير بالبريشر؟ راح يزيد. ليش بده يزيد؟ لأنه بصير في جزيئات أكثر. طلع على المعادلة. آه. شو العلاقة بين الـ N والـ P؟ طردية. علاقة طردية. معناته الـ pressure بده يزيد لما بزيد عدد. طب شو بصير بالمسافات بين الجزيئات اللي موجودة؟ بتقل. بتقل. اتطلعوا لما كانوا 5 كان في بناتهم spaces أكثر، لما صاروا 10 كانت الـ spaces أقل، إذا حطيت 15 الـ spaces بيكون very crowded. هذه السؤال very important question عشان بيخليك تفهم الـ ideal gas law بشكل أحسن وتفهم. يعني لو أجي هلأ أسأل لك بهذا السؤال، هذا السؤال اللي أول واحد أنو قانون بنطبق عليه؟ أي قانون؟ بولز ولا تشارلز ولا أفوغادرو؟ تشارلز لأنه بيحكي لك temperature مع volume. نيجي لهون، أي قانون بنطبق هون؟ بويز لأنه العلاقة بين البي والفي. هون أي قانون بده ينطبق عليه؟ أفوغادرو. فالثيوريتيكال أكون فاهم شو هم الغازات وقانون الغازات بحكي كتير مهم عشان أفهم. يعني ما بصير بس أنا، يعني هذا من الأسئلة اللي الثيوري اللي ممكن أسألك فيها اللي لازم تركز لك على مفاهيم أنا فاهم كله شو بحكي. حدا عنده أي سؤال على theoretical part على قوانين الغازات اللي شرحناها؟ حدا عنده أي سؤال؟ نكمل هلأ نيجي للبارت تاع الحل. وأجين بليز طلاب اللي عم تدرس، theoretical part أهميتها زي الكالكوليشن part.
أنا لاحظت إنه كتير منكم حالين الأسئلة الحل كلها حالينها صح وجايين متمسنج إنكم تدرسوا وتركزوا على theoretical part question. أهميته the same. ما بقدر أنا أقول أروح أدرس أعرف أحل كل الأسئلة وما أعرفش الثيوري شوي يكون في عندي فيها ضعف. زي ما حكينا بالideal gas law لازم أعرف ال R value. وتطلعوا على R value إلها different values at different units. ليش إلها different values؟ لأنه التحويلات conversion factor. هل أنت مطلوب منك تحفظ هدول؟ Of course not. أنا بقول لك بكون معطيتك ياهو بس أنت بدك تختار الفاليو اللي بتناسبك. يعني إذا أنا كانت المعلومات اللي عندي متر تكعيب باسكال هاي أحسن R بستعملها. أنا ممكن أروح أحول اليونت إذا بدي بس ليش تتعب حالك وتأخذ وقت زيادة إذا أنا عندي R value بتريحني بالحل. إذا أنا معطيتك تور وليترز بقدر كمان استعمل هاي القيمة. فبناء على أنا شو اليونت اللي معطيتك إياها للR أو شو الفاليو أنا بختار الR value depend على اليونت تاع الكويشن. زي ما لخصنا الideal gas law حكالنا إنه V بتناسب مع الـ NT over P و this is the important equation والـ R value زي ما حكينا موجودة كانت عنا والقيم موجودة عنا. خلينا هلأ نشوف الideal gas law قديش مهم ورح نركز عليه قديش بهميته. إذا أنا أعطيتك غاز وبدي العدد المولات بقدر أطلع العدد المولات؟ بقدر؟ هاي عدد المولات. عدد المولات بهاي القانون عمل لي قانون شو بصير؟ PV على RT. PV على RT. هل بقدر أعرف الدنسيتي للغاز؟ لأنه إذا حسبنا المولات والفوليوم نعرف الدنسيتي. هلا أنا كيف خلي أعمل rearrangement. أنا المول خليني بس عشان أفرجيكم إنه هلا أنا هذا السؤال بس تحفظوا هذا القانون ما تحفظوا بقية القوانين اللي بالكتاب ما في داعي. النمبر اوف مول عبارة عن ايش؟ ماس على مولر ماس صح؟ الدنسيتي عبارة عن ايش؟ ماس على فوليوم. ماس على فوليوم. عندي ماس وعندي فوليوم بقدر اعمل ري ارينجمنت. ساعدوني بالماث. بدي احط الماس على الفوليوم بجهة عشان هالدنسيتي عشان هاي بتساوي الدنسيتي. شو بصير عندي القانون؟ هاي الماس شو بدها تصير؟ مولر ماس ملتبلاي بار بريشر تقسيم ري ارينجمنت. بتعرفوا تعملوا ري ارينجمنت؟ تقسيم. هاي شو اللي عملته؟ نقلت المولر ماس لهون ونقست الفوليوم لهون ونقلت الار تي لهون. تقسيم ار تي. دكتورة شو عملتي؟ مو فاهم. أنا بعمل ري أرينجمنت. أنا شو بقول لك مثلا طلع لي الدنسيتي. الدنسيتي عبارة عن إيش؟ الكتلة على الحجم. بدك تحط الكتلة على الحجم بجهة بالمعادلة وتحط البقية بالجهة الثانية. تعرف تعملي هذا ماثماتيكلي؟ امسكي ورقة وقلم وأنا بشتغل. امسكي ورقة وقلم وأنا بشتغل عشان تعرفي إنه بتعرفي ولا ما بتعرفي. هذا ما في داعي تحفظي قانون. بدك تحفظي بالآخر القانون للدنسيتي تحفظيه بس ليش بدك تحفظيه؟ أنا كل اللي بعمله إنه بعمل ري أرينجمنت. الماس على الفوليوم بدي أحطها بجهة وبقية الأشياء بدي أحطها في جهة. فهمت. إذا أنا بدي أقول لك طلع لي المولاريتي بعرف أطلع المولاريتي؟ شو المولاريتي بتساوي؟ عدد المولات على الحجم. معناته أنا شو بدي أجي أعمل بهاي المعادلة؟ بدي أخذ عدد المولات على الحجم بجهة أو الباقي كله على الجهة الثانية. الباقي على الجهة الثانية. فمعناته أنا المولاريتي إذا طلبت منك مولاريتي، المولاريتي شو بتساوي؟ عدد المولات على الحجم وتساوي هاي عدد المولات معناته بتساوي P تقسيم RT. صح مزبوط. امسكوا ورقة وقلم وأنا بشتغل معاكم عشان ما تحفظوا وتعرفوا أنا من وين بجيب القوانين. إذا بدي المولر ماس بقدر أطلع المولر ماس؟ بقدر أطلع المولر ماس؟ هاي هالمولر ماس. بقدر أطلع المولر ماس؟ شو بتساوي المولر ماس؟
density في RT على الطين. فأنا هدول القوانين اللي بكتابكم، كتابكم ماخذ سكشنز جزء كامل من الشابتر إنه بقول لك كيف تعمل التحويلات. It's a simple rearrangement. هلا في طلاب بتقول لك دكتورة أنا خلص لا بدي أتعب حالي ولا إشي، أنا بدي أحفظهم القوانين. حرة إذا بدك تحفظ القوانين أنت وبدك تقولي إني أنا أحفظ، بس ما في داعي تحفظ قوانين إذا أنا بقدر بس أني أعمل rearrangement. يعني هاي أول إشي، إذا أنا بدي density N على volume، بعدين بدي أعوض بدل ال N في mass على molar mass، فبدي يطلع مع density اللي هي زي ما طلعناها قبل شوي اللي هي شطبتها، اللي هي بدك تعوضي ماس على مولر ماس، يعني المولر ماس بيصير المولر ماس في بريشر على RT. خليني عشان بس أسهل لكم إياها على خطوتين، النمبر أوف مول عبارة عن ماس على مولر ماس multiply by volume يساوي P على RT هذه عبارة عن الماس على volume عبارة عن density مظبوط؟ فمعناته الدنسيتي شو بتساوي؟ شو بتساوي؟ حدا يساعدني؟ بي دكتورة بي ام ام على ام على ار تي ام ام على ار تي على ار تي. في داعي تحفظوا هدول القوانين يا جماعة؟ لا ما فيش داعي. يعني أنا لما بيجيني سؤال أنا اللي بدي أحفظه الايديال غاز لو، وساعتها باخذ لي نص دقيقة أعمل اشتقاق، وبعد الاشتقاق خلص دغري أنا بحل السؤال مباشرة. أوكي؟ واضح الايديال غاز لو؟ واضح شو القوانين اللي بدي أستخدمها؟ خليني أجي أحل سؤال وأفرجيكم كيف الحل. Calcium carbonate decompose upon heating to give COS and CO2. A sample of CO is decomposed and carbon dioxide is collected. And يعني بقول لك إنه هذا التفاعل بنتج عنا carbon dioxide gas. عملنا التفاعل ب 250 ملي فلاسك. قديش حجم الغاز يا جماعة؟ شغله مجوز. معانا رجعتولي؟ رجعتولي؟ يب يعني أنا عملت تفاعل معين أكيد بهذا الشابتر. طبعاً هلأ لقدام شوي رح تشوفوا أنه ممكن أسألكم أي سؤال استوكيومتري كمان، بس أنا بهذا الشابتر بقول لك حضرت غاز CO2، حضرت غاز CO2 بكونتينر حجمه 250 ملي فلاسك. قديش الفوليوم تاع الغاز؟ شو أول خاصية للغازات حكيناها؟ شو حكينا خاصية؟ إيه؟ تتمدد. Be expandable to fill the container. Expandable to fill the container. يعني إذا عملت المتفاعل بفلاسك 250، قديش حجم الغاز؟ 250. إذا عملته ب 1 لتر الحجم، يعني بتمدد. 1 لتر. فمعناته أنا عندي هون حجم ال 250 مل. إجا قال لك التمبريتشر، هايها محطوطة، التمبريتشر بتساوي 31 درجة سلسيوس، وقال لك البريشر 1.3 أتموسفيريك، بقول لك هاو ماني مولز. أول شغلة بدي أكتب المعادلة، أي لما دغري بتشوف سؤال غاز دغري بقول بي في equal nRT. الشغلة الثانية بشوف إنه هم شو طالب مني، how many moles معناته شو بده؟ ال N. ال N شو بتساوي؟ PV على RT مظبوط؟ PV على RT. باجي بطلع هل ال P موجودة؟ موجودة. هل ال V موجودة؟ موجودة. هل ال T موجودة؟ موجودة.
بس أوكي. حكينا في نقطة مهمة، بدنا نحطهم كلهم باليونت الصح. إذا أنا بس بالامتحان أعطيتك الـ R value بتساوي atomosphere 0.08023 وعطيتك الوحدة إلها atomospheric liters على مول كلفن. هاي أنا إجيت أعطيتك الـ R value. معنى شو لازم أعمل؟ شو لازم أعمل؟ أحول السيلسيوس لكلفن. بدي أحول السيلسيوس لكلفن، وهي دائماً ولا في أي يونت عنا بالآر فاليو غير بالكلفن. فأول شغلة بدي أحول السيلسيوس لكلفن، شو بدي أعمل حتى أحولها؟ الكلفن قانون 273.15. شو كمان بدي أعمل؟ نحول الفوليوم للتر. كيف بدي أحول الفوليوم للتر؟ اللتر يساوي 10 قوة سالب 3، معناته بدي أضرب في 10 قوة سالب 3. هذا هو اللي بدي أعمله. وبعدين شو بدي أعمل؟ أطبق على القانون. معناته أنا لما بيجيني سؤال زي هيك بطلع الR value شو اللي معطينا وبعمل تحويلاتي بناء عليه. فمعناته الفوليوم بدي أحوله للتر، البريشر بدي احوله بدهوش يتحول لانه اصلا اليونت ساعتنا بالبريشر، التمبريتشر بدي احوله لكلفن، وبالتالي بعوض بطلع معي النمبر اوف مول. اوكي، خلينا ناخذ سؤال ثاني. The gas pressure in an aerosol can is 1.1 at 25 degree. Assuming that the gas inside obey the ideal gas loss equation, what would be the pressure be if the can were heated to 450? خلينا هذا الأسئلة، خلينا نتعلم لما يكون عنا أسئلة معطينا قيمة وبقول لك شو بصير فيها لما بتعطي قيمة تانية. يعني معطينا temperature هون كانت 25 وبقول لك شو بصير عنا لما نسخنه ويصير 450. خلينا follow this procedure. وإذا you follow this procedure ولا بتغلطوا نهائي. أول إشي شو بعمل؟ باجي بحط تيبل. أول إشي بحط شو الأشياء اللي موجودة عنا، شو الأشياء اللي منعطية إلنا. منعطي إلنا pressure و temperature، مزبوط؟ بحطهم عندي بالتيبل هيك. وبعدين باجي بقول في عندي initial وفاينل، هيك بحط. هلا باجي بعبي الارقام. عندي البريشر كانت 1.5، سكروا لي سماعاتكم لل 10 دقائق. 1.5 اتموسفيريك، وعندي التمبريتشر 25 درجه. خليني هون احطها انا عشان ما تلخبطوش. هذه التمبريتشر كانت بالسلسيوس والبريشر كانت بالاتموسفيريك. الفاينل هذا مطلوب مني عند تمبريتشر 450. اكبر غلط، عشان بس احكي لكم، نعمل نسبه وتناسب. الطريقة الصح إنه أول إشي بحط الجدول، الشغلة الثانية بكتب الـ ideal gas law PV equal nRT. وشو باجي من الـ ideal gas law بتطلع؟ بقول شو الأشياء اللي given to me. الأشياء اللي given to me pressure والtemperature. باجي بحط الأشياء اللي انعطت إلي بجهة واحدة والأشياء الثانية بجهة تانية. يعني لما باجي بنقول التمبريتشر لهون شو بدي يصير؟ P تقسيم T يساوي NR تقسيم V، مزبوط؟ P
P بس عشان أوضح لكم إياها. تقسيم تقسيم T تساوي تساوي NR على V NR تقسيم V V. أنا بحكي لكم ستيبس قاعدة بدكم تعرفوها تحفظوها وتفهموها. يعني إجيت حطيت الإشي اللي منعطى إلي بالسؤال بجهة والإشي اللي ما منعطى بجهة. هلأ الإشي اللي مش منعطى إلي معناته أنا بفترضه كونستنت لأنه ثابت ما قال لك تغير فيه. معناته أنا شو اللي متغير عندي؟ بس بريشر وتمبريتشر. معناته أنا بقدر أجي أقول أنا يا جماعة بقدر أقول إنه هذه P1 أو P initial هاي P1 على T1 هذه بقدر أقول إنه P1 على T1 بساوي بساوي NR على V لأنها مش متغيرة بديش أحط لها ما رح تتغير NR على V وبقدر أقول إنه P2 على V2 على T2 بساوي NR على V P3 على T3 NR على V P4 على N4 B initial mathematically هذا اللي متغير عندي. إذا طلعت على هاي المعادلة هذه constant بس هاي اللي متغيرة مش أنا ماثماتيكلي بقدر أقول P1 على T1 بساوي P2 على T2 مزبوط يا جماعة لأنه هاي constant. إذا الجهة اليمين متساوية هل تعني أنه الجهة الشمال متساوية رياضيات معناته نعم. معناته هدول الستبس أنا اللي بدي أفهمهم وأحفظهم إنه أول إشي لما يكون في عندي إشي متغير وإشي ثابت إني باجي بحط بعمل جدول باجي بحط الأشياء اللي given to me بعدين باجي بكتب المعادلة وبحط الأشياء اللي given to me in one side والأشياء الثانية الكونستنت. أهم إشي تاني إنه temperature دائما هاي قاعدة إنها بالكلفن ما بقدر أشتغل أي معادلة إذا ما كانت بالكلفن. معناته أنا إذا أنا بعد ما عملت هذا الحكي لازم شو اللي بدي أحوله لازم أحول التمبريتشر للكلفن وأطبق. يعني هيني بدي أحط لكم إياها بشكل أوضح. initial final البريشر حطيناه زي ما حكينا B1 على T1 بساوي B2 على T2. أهم إشي إني أنا التمبريتشر دائما أحولها للكلفن بعدين أول سولف. عشان نوضح هاي الفكرة أكتر خلينا نيجي نعطيكم سؤال تاني. طلع على السؤال هاد عندي فوليوم كان 6 لتر عند 1 أتموسفيرك is allowed to ascend صارت البريشر 0.45 التمبريتشر هاي معطينك ثلاث شغلات. شو الشغلات اللي معطينا إياها؟ فوليوم وبريشر وتمبريتشر. معطينا فوليوم معطينا فوليوم بريشر تمبريتشر. بدي أحط إنيشال وفاينل وبدي أتذكر إنه السلسيوس أحوله لكلفن. هلا معناته المعادلة إذا بدي أعملها ريأرينجمنت بي في إيكوال إن آر تي شو بتصير؟ بدي أحط الـ PV والـT بنفس الجهة معناته تصير PV على T خلص مباشرة صرت أعرف P1 على V1 على T1 على V1 على T1 شو بيساوي؟ V N R خلص مباشرة P2 لأن هذه constant P2 P2 على T2 على T2 خلص نحل السؤال بطبق بس ما بنسى يا جماعة واحدة من الإجابات اللي بتكون موجودة عندي عندكم بالامتحان بتكون إني أنا ما حولت فبتكونوا أنتوا دغري إذا ما نسيتوا إنه لازم يتحول. معناته أنا بقول pressure volume temperature باجي أنا بحط المعادلة زي ما حكيت لكم تطلع معي المعادلة النهائية بطبق تطبيق مباشر. أهم إشي تطلعوا هون إنه هو حول لي الكلفن السلسياس لكلفن.
هذه بروسيجر، بروسيجر يا جماعة، بدك تحفظ البروسيجر، ما في مجال غير هيك، تحفظ البروسيجر وتطبق عليها. في حدا عنده أي سؤال؟ وهذا يعلمكم هلا، عشان أقولكم رح يجيكم سؤال على اللوز، ورح يجيكم سؤال يا إما بكون رسمي أو معادلة، رح يجيكم سؤال على هايك يكون واحدة متغيرة وواحدة مش متغيرة، رح يجيكم هذا السؤال. هدول الأسئلة اللي بتيجي بالامتحان كل سنة. طبعا أنا دائما بترك لكم براكتس إكسرسايز تحلوه عشان تعرفوا تحلوه. فأنا الشغلتين اللي غطيناهم in detail today is اللوز، قلت لكم اللي استنتجنا منه الايديال جاز لو، وهاو يو ابلاي ان ذا ايديال جاز لو اذا كان عندي في متغير، ومن ضمن المتغير من ضمن الاشياء اللي من عطاء لنا. اي سؤال؟ بهون احنا بنكفي عشان هون، عشان ما تصير عندكم المعلومات كتير متراكمه عندكم، بدنا نحل على كل الخيارات. اذا عندي دنسيتي كيف بدي اطلع الدنسيتي، اذا عندي مولر ماس، طبعا هذا السؤال كمان بيجي دائما، يا بعطي ناس مولاريتي يا مولر ماس يا اما دنسيتي تحسبوها، كلياته هذا بنرجع على الايديال جاز ايكويشن. فنيكست تايم حنكمل بهذا الموضوع. فدائما زي ما حكيت لكم هذا التشابتر معتمد على بعض، لازم تدرسوا أول في أول عشان تكونوا معنا.